ما حكم المسلم الذي مضى عليه شهر أشهر من رمضان يعني سنوات عديدة بدون صيام مع إقامة بقية الفرائض وهو بدون عائق عن الصوم؟ يلزمه القضاء إن تاب؟ نعم يلزمه القضاء. السنة لو صمنا اثنين وخميس تعمل ثلاث سنين، لأن احنا عندنا كم أسبوع؟ 52 أسبوع، لما تضربهم في اثنين يبقوا 104، الشهر فيه 30 يوم أو 29 يوم يبقى تعمل ثلاث سنين على طول. طب أنا عليا 30 سنة أعمل كده 10 سنين أصوم الاثنين والخميس تروحوا كله وهكذا. فإن مات هذا الذي تاب وقضى في وسط المدة يغفر له، واسع أمر الله أنه يغفر له، فالحمد لله رب العالمين.